نتمنى تكون نهاية سنة طيبة مباركة وبداية سنة أطيب وأبرك إن شاء الله على الجزائريين، على الأمة الإسلامية بصفة خاصة، يعني جميع الأمة الإسلامية. احنا نقولوا بلي المشكل تاع الأعوام اللي راهي تروح علينا، يعني الأعوام اللي راهي تروح علينا وماناش نستغلوها، يعني ماناش نستغلوها، ما كاينش ثمرة، يعني من المفروض نبكيوا على ذاك العام اللي جا باش نوجدوا للعام اللي راهو جاي. دوك الا كان هذا 2017 اللي ما نتمناهاش، يعني يكون بنفس الشيء كما في 2016، معناتها ما درنا والو. يعني احنا نتمنوا انه ان شاء الله نستغلوا ايامنا، نستثمروا يعني الوقت تاعنا. وبالنسبه طبعا للجزائر نتمنى ان شاء الله رقي، وال نتكلموا ممكن على انا في ميداني ان شاء الله نربي قدنا ونقدموا الافضل والاجمل والارقى للجمهور الجزائري، لبلد الجزائر. كذلك ان شاء الله يكون بلد يعني التطور، ان شاء الله ان شاء الله بلدنا تتطور في كل المجالات، و ونسمح انه وكذلك نحب السلام، كذلك الامن والسلام يعني لبلدنا لشعبنا لكل الامه الاسلاميه للانسانيه جمعاء. لازم نكونوا نتعلموا نكونوا انسانيين. اتمنى كل الخير اولا لكل عام وكل الشعب الجزائري والجزائر بالف خير ان شاء الله. نتمنى كل الخير والاستقرار والهنا ان شاء الله يبقى في الجزائر ويعم. احنا ماشيين باتجاه نمو، باتجاه عملية مستمرة فيها تضافر جميع الجهود، إن شاء الله نكون ديما اليد في اليد لبناء جزائر المستقبل، لنحافظ على كل مكتسبات الثورة الجزائرية معا، وكل عام وانتم بخير. إن شاء الله نكونوا إنسانيين ونكونوا كذلك واعيين بالأمور التي تحدث في هذا العالم وفي هذا العصر إن شاء الله. فنقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، طبعا لقناتكم كذلك النجاح والتوفيق، ولكم كذلك للمجال الفن، مجال الفن في الجزائر إن شاء الله ربي رقي، وإن شاء الله يعني نحقوا أن تكون عندنا دراما جزائرية على المستوى العربي، إن شاء الله تكون عندنا سينما عالمية. فإذا نتمنى كل الخير 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 لينا والآخرين، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. كل عام أنتم بألف خير إن شاء الله. الشعب الجزائري إن شاء الله نقول لهم هذه 2017 راح يكون لهم عام مثمر، يعني عام مثمر في جميع الميادين، يعني كل واحد في ميدانه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مثمر، ونكونوا بخير ان شاء الله. طبعا طبعا، وبخير وحدها ما تكفيش، يعني بخير وبالثمره تاعها، بالثمره تاعها خاص بخير وحدها ما تكفيش. الحاجه الاولى اللي كيفاش جاز ان شاء الله، انايا نقول لونسومب دي جورناليست، لونسومب دي جورناليست يعطيك الصحه ان شاء الله، ربي يوفقهم باسكو مساكن عملوا بجهد دو ديبا كل شيء. اما بالنسبه يعني للمواطنين، يعني كمواطن هكذايا واش نقول لك، جازت علينا سيتادير كل مواطن يعني من جانب الايكونومي من الاقتصاد، يعني ولهاد الزياده اللي راهم يهضروا فيها وكل شيء جازت، يعني خلاو ينسيما باكو لو سيتوايان سور كالبي كي دونس، ما على بالوش يعني كيفاش نقولوا يتحاور مع نفسه، يعني كاب كام مسكينه عامله منا هكذايا، ورانا وصلنا لها ان شاء الله. ما نتمنوا من الحكومه هذوما ما يتسرعوش في الاسعار هذوما، باسكو المواطن راهو مسكين، واش نقول لك، راهو في احتياجات تاع الصح. فيه دي زيفينمون بيان وفيه دي موفاز ايفينمون، بصح الانسان كما يقولوا في الدنيا تاعو شغل ماذا به، شغل قد ما يعيش يزيد يديفلوبي حياته في لو بيان، كاسيون زعما سوسيال ولا كاسيون كما نقولوا حنايا. احنا نتمناو ما نكذبش عليك، نتمناو العام الجديد هذا يكون فيه تغيير، بصح ماشي تغيير على الورق، تغيير على التغيير. يسرتو كما يقولوا غلاء المعيشه باسكو نقصروا على الصح. ماشي غير من 2016 من بكري ويلا طراز ما تبدل والو، كل عام نتمنى مي شغل العفسه ما تحقق لك معايا، واللي يتمنى من عند ربي. كاين 365 نهار صح ولا ماشي صح؟ كاين 48 اسبوع و12 شهر، ما كاش غير نتمنى من 2017 نتمنى ما كاش، قال لك اللي يتمنى خير من اللي يقطع لي ياس. العفسه الاولى لاني حابه في 2017 ان شاء الله نكمل ميزيتيود ان شاء الله، هنقرا نكمل عندي شهاده ليسون ان شاء الله نكملها، ان شاء الله نلقى خدمه على كل حال. هذا واش راني متمني، ان شاء الله نفرح والدي هذا ما كان ان شاء الله، وان شاء الله كما نقولوا شويه ان شاء الله يعطونا لي زوكازيون للشباب الخدمه، باسكو انا نشوفوا لي جون دوكا ما كاين والو خدمه، ما نكذبش عليك راهم قايت راهم هما اللي عندهم شهادات ما كاين والو والله ما كاين. سوات اون تري بون اني اوز الجيريا.
avec plein de bonnes choses, espérons, malgré que ça s'annonce un peu mal, mais on va dire qu'on va prendre les choses du bon côté et on doit travailler pour relever la pente. Voilà, remonter la pente plutôt. Et je souhaite à tout le monde bonne et heureuse année de santé et de prospérité, et je souhaite en particulier à Chourouk, c'est-à-dire une bonne et une heureuse année à tous les sahafiens. Voilà, ça va être. ان شاء الله كل عام وانتم بخير و2017 ان شاء الله بالفرحانه تتفصل 2016 خرج عليا فور بريمير مود ديت السكنه نقول البوتفليقه ان شاء الله ربي يعطيه طولة العمر ان شاء الله والصحه ان شاء الله وان شاء الله الشعب الجزائري كاع ان شاء الله 2017 ما يخلعهمش ما يقولوا غول وما غول ان شاء الله 2017 فور كل عام الشعب الجزائري كامل بخير وان شاء الله 2017 يجوز علينا خير من 2016 سورتو انا 2016 ما جاش عليا كاع مليح ويا ربي ان شاء الله تهنى البلاد ونتهنى كنت هنا كل مغبون ان شاء الله في الدنيا هذه احبابنا كاع خاوتنا بونا لي 2017 ان شاء الله العقوبه العام الجاي 2018-2019 ان شاء الله نفوتوا بالصحه ولهنا وينقصونا شويه من التقشف وتحيه للبلاد وتحيه لالجيري اهدي تحياتي لكل لوت فامي جوادي وكل الاخ مصطفى هنايا مولودي وجوادي احمد ثاني ومناسبه حلول السنه الجديده والله يعطيكم الصحه وان شاء الله يدخل علينا العام بخير ان شاء الله ان شاء الله كل عام هكذا كل عام على عام هكذا خير وان شاء الله يا ربي في حياتكم في حياه شورق تيفي وما راكم منورينا هنا معنا ولا راكم منورينا